السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش تعاودوا اليوم؟ ان شاء الله غادي نشارك معكم السردين مقلي بالطريقة المغربية، معمر بالربيع بالكزبر ومعدنوس معمر. نقول لكم على المقادير. هنا عندي السردين الكمية اللي بغيتو، اللي بغيتو نتوما، اللي احتاجيتو نتوما، رابعة نص كيلو، كيلو اللي محتاجين نتوما. نقيته كيف تتشوفوا، حيدت لي السنسول ديالو وحيدت ليه واحد الشوكه تتكون هنا في الظهر. نوريكم الطريقه، انا خليت شي وحدين هنا باش نوريكم. من بعد ما غسلناه ونقيناه وهكا تنحيدو، تتوركوا على هكا، راه ساهله. تنحيدو هذاك السنسول هكا، شفتوا تشوفوا هكا. ولا كانت شي شوكة تتحيدوه في الجن حلقة، وتتحيدو هاد الشوك اللي كاين هنايا في الظهر ديالو، هذا هو تنحيدو تيولي بحلقة. دابا تتنقيه شوية، تتنقيه وبحلقة تجي. هنايا عندي الحامض ولا الليمون معصور، هنا عصره هكا كيف تتشوفو، حامضة وحدة. عندي واحد أربعة ديال التومة اللي غنشدهم من بعد، غادي نعصرهم ولا غنقردهم. وهنايا عندنا القزبر ومعدنوس، كله يستعمل القزبر ومعدنوس باش غنعمروا هاد السردين. وهنايا عندنا الدقيق الابيض الفورس اللي غادي نديروا فيه هاد السردين وغادي نقليو ان شاء الله. نبدا معكم. هنايا غادي نشد هادوك التومات ربعة حلقة، أنا غادي نعصرهم بهاد العصارة تجيني ساهلة حلقة. وغندير عليهم واحد شوية هداك الحامض أو الليمون المعصور. وهنايا عندي واحد كيف تتشوفو معلقة صغيرة ما كاملاش ديال الكمون، ما عامراش بزاف، كلو يدير قياسه. هنايا الملح، الملح كلو قياسه هكا، شويه سكينجبير حتى هو غير شويه، معلقه ما كاملاش، انا درتها نص معلقه. نفرقهم من بلدي حتى هو غير نص معلقه انا درت، ونط حميره البابريكا حتى هي هكا معلقه ما كاملاش، ما عامراش صغيره. والبزار حتى هي غير نص معلقه وصافي. وتنديروا الزيت البلديه، واللي بغى يدير الزيت الروميه يديرها حتى هي خلطها معاه بحال هكا. واللي باغي يدير شويه الهريسه يديرها، باغي شويه الحار، معنا عندي الدراري الصغار بركة اكتفيت غير بهذا الشيء هكا. وتنخلطوهم وغنبدا نعمر بهم ان شاء الله الحوت. الزيت البلدي يكون هكاك شي جوج معلقات هكا. ان شاء الله بما خلطت ورجع لكم. وهنا ندير معكم كيف تشوفون نعمروا هذوك السردينات من بعد ما نقيناهم، حيدنا منهم الشوك بحال هكا، راه ساهله الطريقه. وتنديروا وحده فوق وحده هكا كيف تشوفوا. تنتمنى يكون كل شيء واضح، شفتوا؟ نكمل وحده اخرى ندير معكم تشوفوها بحال هكا. كلو يدير قياسو تاع الربيع اللي بغا هكا. وهنا كيف تشوفوا من بعد ما كملت الحوت هكا، تتخليه واحد شويه، لبغيتو تخليه واحد نص ساعه ولا ثلاجه، من بعد تديرو هكا مع الدقيق بحال هكا.
ديروا بحال هكا كيفكم حتى تشوفوا تيولي، تحيدوا منه الدقيق وتتحطوا باش تقليو بحال هكا. بعد ما الزيت سخن درناه في المقله كنحطوا الحوت بعد ما تحسوا به طاب مليح تاخذوا تقلبوا بحال هكا كان غنبقى معاه ان شاء الله ثاني تيطيب. من بعد ما قلبته دابا غنخليه ندورته على الجيلاطو، من بعد من يطيب غادي نحط لكم ان شاء الله وتشوفوا التقديم ديالي. وهذا هو السردين كيف تتشوفوا، راه تيجي غزال، تنتمنى تجربوه. وخليت لكم الراحه وبسلامه عليكم.